أغنى واحد في جنوب أفريقيا، جاب لعبة الريست وقال اللي يقدر يجيبها من أول لآخرها هديله مكافأة كبيرة زي ما احنا شايفين. الست جات من السوق، حاولت طبعا فشلت، فقال خلاص عشان الست حاولت وتعبت معانا هنديها ايه، هنديها البرادس بتاعتها. اداها فعلا، وطبعا بقى هو قوي وفارد نفسه وماشي في وسط الناس في السوق وبيقول لأي حد خد حاول ان انت اعملها. واحد اهو جاي، واحد افريقي برضو بيحاول بيعافر، يلا يا وحش يلا يا وحش، قال له تعالى تعالى هات هات هات، هو سقف له كده تسقيفه تشجيع يعني، قال له اداله فرصه كمان عشان خاطر يقدر يعملها، قال له لا 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 مش ده اللي انا عايزه، انا عايزك تضم ايديك الاثنين، لو بتعرف تعملها اكتب لي تحت في التعليقات لو انت بتعرف تعمل لعبه الريست دي وعندك عضلات. ده بقى واحد يا عيني عضلاته جايباه، شوف هو بيوريه ازاي سهله جدا بالنسبه له، يا عيني انا راجل يا عيني مفرفر خالص مش قادر يعمل حاجه. المفاجاه في اخر الفيديو هتشوفوا مين اللي يقدر يعملها. واحد كمان اهو عضلاته شايلاه برده، بيحاول بيعافر برده زي ما انتم شايفين اهو، وايه عايز يضم الاثنين جنب بعض بس برده للاسف مش عارف. راجل برده عشان خاطر محاولته قال له خد ايه، خد برده عشان خاطر ايه مش هزعلك يعني طالما انت حاولت يعني. اهو شوفوا راجل ما شاء الله عضلاته جايبها، راجل الغني ده يعني غني وقوي في نفس الوقت. الراجل اهو بقى بيحاول بتاع اللي هو العربيه يعني ابسط حاجه عملها، قال له حاول تاني يلا يلا ها يا فاضل حاجه بسيطه يلا يعني. شفت كم من هي قويه قد ايه، قال له بقى حاول كمان انا شايفك انك تقدر تحاول تقدر تجيب. ايوه هو بيعلمه ازاي، يا سلام شفت بقى اللي هو بيساعده يعني نفسه دي. في ناس بتحب انها تساعد بابسط حاجه يعني، بس ما يحسسكش انها مساعده، يحسسك انها مكافاه مش مساعده. برضو ماشي في السوق بيعايز برضو ناس تانية، انتوا هتتفاجئوا مين اللي هيقدر يعمل الموضوع ده، مش كل دول ابو عضلات لا خالص خالص، هتلاقوا ناس تانية خالص. ده برضو بيحاول يا عيني اه على قد ما يقدر، يا ولد يا ولد ها هيقدر هيجيبها هيجيبها، بيحاول يا قوية جدا على فكرة، قوية قوية، فعمال يحاول ها يلا هتجيبها يا وحش وكده جابها بس بمساعدة رجليه طبعا. فايه فقال له طب خلاص خد يا عم برضو مش هزعلك عشان خاطر انت ايه انت حاولت برضو ايه، فاداله فلوس ومشي. قال له انت تعال يلا جرب عشان اديك فلوس، اهو بيحاول اهو يا ولد ها ها على قد ما بيقدر بيحاول يعني، وعلى قد ما بيقدر بيحاول مفيش. اوف الدرجات دي قوية يا جماعة يعني، لو حد عنده في البيت البتاعة دي قول لنا هي قوية قوي كده، الصراحة مش عندي عشان ما جربتهاش قبل كده يعني. واحد اهو داخل بكل ثقة بيجرب بيقول له وريني يلا ها يلا يا وحش يلا، برضه لا للاسف برضه ما عرفش ايه يضم ايديه الاثنين. رجاله فين يا جماعه؟ رجالتنا فين يا جماعه؟ لا ايه ده، دي رجاله جنوب افريقيا؟ لا ما شفتوش انتوا بقى رجاله، عايزين رجاله حقيقيه يا جماعه بعضلات بقى والكلام ده كله، اعملوا منشن لكحل يا جماعه عشان هنشوف يقدر يعملها ولا مش هيقدر يعملها. يا ولد شفت ده؟ قال له خد يا عم يلا مكافئتك اهي، اهو واحد عملها اهو، قال له خد يا عم ليك الحق عشان خاطر انت بس قدرت. ما شاء الله يعني راجل واثق من نفسه وثقه ما اقولكش يعني. فالواد ده بيقول له ايه هات طب جرب انا، اهو دخل هو يعني خايف برضه وقلقان، يا ولد لا 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 لا، قال له يا سلام ولد تعال انت استاذ تروح الجيم انت كل يوم من ورانا تعال خد يلا يا عم مكافئتك اهي يلا. وشوف بيديله فلوس العيال الصغيره من ورا، بتشوف كم الفلوس اللي الواحد بياخدها بيتشجعه بقى. اه المفاجاه بقى اللي انا مخليها لاخر الفيديو، شوف الست بقى دي وست ست ما عرفتش يا عيني خافت، قال تعالي تعالي خدي عشان انت حاولتي برضه خدي زي بعض زي بعض. لا مش دي المفاجاه، ضحكت عليكم، في مفاجاه تانية بقى. اه الست بقى اقوى واحده في السوق بقى، يا ولد يا ولد ها واحد شوف جابتها وبيسقف لها كمان، كله بيسقف لها يا سلام يا سلام. لو بالنسبه لها كانها سهله عادي جدا طبعا بقى، هيديها ايه هيديها فلوس بقى، لا طب هاتي بقى هاتي هاتي انا اللي هعد مش انت، هاتي هاتي شوف بقى بيعد لها قد ايه. هتاخد في اكتر واحده هتاخد فلوس في الناس دي كلها، ليه؟ لان هي عملتها وفضلت مستنيه. يا سلام يعني شوف يعني ده عطف الناس، ويعني يا ريت فعلا العالم كله يعيش في سلام ويعيش فعلا ده يعطف على ده والكلام ده كله، حاجه جميله. طبعا الستات بقى هتغير من بعض، واحده كمان اهي كمان اهي، يا ولا يا سلام دي اوعى تتجوز واحده زي دي هتزعلها هتطبقك نصين انا بقول لك، او خلي بالك برضه قالت لها هاتي هاتي الفلوس هاتي الفلوس انا هعد.
هعد انا مالكيش دعوه، ادي هو هيعد من الصغير، لا عد بقى من الكبير. ايوه كده كده هتظلم الولايه، حرام عليك. عمال يعد اهو في الفلوس عشان ايه؟ عشان يديها المكافاه بتاعتها ان هي عملت ده، وهي فرحانه جدا ومبسوطه طبعا، حاجه تساعدها على الحياه يعني. ما شاء الله، وهو ماشي اهو برضه بيحاول يشوف اي حد تاني كده. ما تنساش اللايك والشير، جزاك الله خير.